السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخ هشام هاشم. اليوم إن شاء الله سوف نشرح لكم كيفية إضافة الرموز في مدونة بلوجر. إضافة الرموز في مدونة بلوجر، أيضا يمكنك إضافتها حتى في ووردبريس. هذه الرموز تكون على هذا الشكل كما تلاحظون. ألعاب الهواتف، هنا رمز تحكم في الألعاب، آلة تحكم، إذا رمز تفاحة يدل على الآيفون، ايضا رمز الويندوز يدل على نظام ويندوز، ايضا البطريق يدل على لينكس، ايضا الانترنت كرة ارضية، المتصفحات ايضا على متصفحات، برامج محادثة على شكل سكايب. ايضا هناك العديد من الرموز يمكنك اضافتها في مدونة بلوجر، ايضا برنامج ملتي ميديا على شكل ملتي ميديا، صور الى اخر ذلك. ايضا يمكنك اضافتها حتى في اداة اقراء المزيد والتعليقات، تبيين يعني هذا الرمز يدل على التعليقات، ايضا على التاريخ، فيسبوك، تويتر الى اخر ذلك. الان كيف اضافة هذه الرموز؟ اولا نقوم بالدخول الى هذا الموقع الذي سنضع لكم ان شاء الله اسفل الفيديو، ثم بعد ذلك سنقوم بالنقر على أي رمز، مثلا هذا الرمز نقوم بالنقر عليه، ثم بعد ذلك يأتيك شكل الرمز كيف هو، فأنت أعجبك يعني مناسب مع عنوان تسمية، نقوم بنسخه على هذا الشكل، ثم ندخل إلى القالب، ثم تحرير الـ HTML، ثم كنترول اف، ونبحث مثلا على برامج الهواتف، المهم التسميه التي تريد يعني اضافه لها رمز مناسب لها، مثلا هذه البرامج برامج متنوعه، برامج مثلا برامج التعريفات، نقوم بوضع اتي بين يعني هذا المكان هذا، ثم اقوم ب يعني بين الكتابه وهذا الكود أ، سأقوم بوضعه مباشرة بعد التسمية على هذا الشكل كما تلاحظون، ثم بعد ذلك نقوم بعملية الحفظ، وهكذا سوف تقوم بإضافة الرمز. طبعا يكون عندك القالب يعني مكان التسميات يكون على هذا الشكل خالي، يعني فقط مكتوب برنامج التعريفات. إذا أردت إضافة الرمز نفس العملية التي شرحت، ثم نقوم بإضافته بين آخر الكود والتسمية وعملية الحفظ وانتهى الأمر. وكملاحظة لكي لا يتم يعني قذفي بالكلمات الحارة في التعليقات، فهذه الرمز ربما لا تشتغل في بعض القوالب، لأن قمت بتجربتها في بعض القوالب ألعاب فلاش يعني أو بعض القوالب الأجنبية ولا تشتغل عليها، يعني تريت في التعليقات. هذه الرموز تشتغل في القوالب جميعا الا بعض القوالب الاخرى لا تشتغل، كما ان هناك بعض الرموز الاخرى لا تشتغل، بعض الرموز اخرى هنا لا تشتغل، ما هو السبب لا اعرف، ولكن هناك بعض الرموز لا تشتغل. اذا ولكن غالبا كلها جربتها يعني تشتغل، بعض الرموز معقدة لا تشتغل، لربما مع قالب آخر تشتغل. إذا قد انتهينا من الدرس، وإذا أردتم متابعتنا على الفيسبوك أو اليوتيوب أو تويتر مرحبا بكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.